مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 27 يناير تم استضافة فرقة ليسيرافين في البرنامج تايواني الترفيهي سوبر ستار ريد أند وايت الخاص بالعام القمري الجديد. خلال ذلك كانت فرقة ليسيرافين تتناول البطاطا الحلوة باستخدام أسياخ الخيزران. عند رؤية ذلك علق المقدم هوانغ وي جين بطريقة غير لائقة: أريد أن أضعها عليهن أيضا على كرة البطاطا الحلوة. عند قولها باللغة التايوانية كان التعليق يشير إلى إيحاءات جين، مما جعل المعجبين يغضبون. وسمعه النجم المشارك لوزي بين ثم أعرب عن دهشته قائلا: يبدو وكأنك ارتكبت خطأ لفظيا. أجاب هوانغ وي جين: أردت فقط تناول وجبة معهن وليس هناك نوايا أخرى. بعد عرض الحلقة وجه المعجبون انتقادات شديدة إلى هوانغ وي جين، وردا على ذلك نشر في 28 يناير عبر حسابه الشخصي: أريد أن أتحدث عما حدث على المسرح. لقد علقت بذلك لأن يون جين قالت أنها ستغرز كرة البطاطا الحلوة بسيخ من الخيزران، وتابع: لقد تم إساءة فهم تعليقي. ما أردت قوله هو أنه من الممتع أن أتمكن من تناول الطعام مع الأيدولز الذين أحبهم. لم يكن هناك أي معنى آخر كما يدعي البعض، لكن إذا شعر المشاهد بعدم الارتياح فأنا أعتذر، إنه خطأي وأنا أحترم النقد والتوجيه. وبعد اعتذار هوانغ وي جين احتشد المشاهير تايوانيين خلفه، حيث دعمه لوزي بين علنا قائلا: لقد بذل هوانغ وي جين قصارى جهده في كل لحظة ويمكنني أن أشعر بإخلاصه واجتهاده. وهذا ما زاد من غضب المعجبين. على وجه الخصوص يشير المعجبون إلى عدم الحساسية في الإدلاء بتعليقات جين حتى عندما يكون هناك قاصر في ليسيرافيم، في حين أنه لا ينبغي الإدلاء بتعليقات غير لائقة لأي عضو. فإن الإدلاء بمثل هذه التعليقات أمام هوانغون تشي التي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، وهذا يعتبر غير مقبول. علاوة على ذلك تصاعد الجدل لأن اعتذار هوانغ وي جين يفتقر إلى التفكير الحقيقي ولا يتضمن اعتذارا لعضوات ليسيرافيم، وبدلا من ذلك أدرج عبارات مثل رد الفعل الغريزي وسوء الفهم، مما أدى إلى زيادة الجدل. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.